إنسان قطعوه قطعة قطعة، رأسه، عينه، أذنه، لسانه، يده، رجله، قلبه، كبده، بطنه، ظهره، جنبه، وأنت تفكر في أن تصلح هذه اليد، هذا صحيح؟ صحيح. لكن صحيح آخر أكو وهو أكثر من هذا صحة، وهو أن كل هذا الجسد تجمعه، لأن المسلمين في تواددهم وتحاببهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حقيقة نحن هالشكل عندنا هدف أصلا في كل عالم الإسلام، يشوف هذا الشيء موجود، الأفغاني يقول تحرير أفغانستان، وإيراني يقول حل مشكلات إيرانية، والعراقي يقول تحرير العراق، والخليجي يقول كذا، والمصري يقول كذا، والباكستاني يقول كذا، ماكو من هذا النوع تفكر إطلاقا، بينما هذا منصوص في القرآن الحكيم، ونحن إذا رفعنا اليد عن القرآن يعني كل آيات القرآن صارت اعتبار، وصرنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نؤمن ببعض ونكفر ببعض يعني شنو؟ كفرا عمليا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني شنو؟ يعني ميت أمة أكو؟ إنما المؤمنون إخوة يعني شنو؟ يعني هذا أجنبي في بلاد ذاك، وذاك أجنبي في بلاد هذا، وهذا أجنبي في بلاد ذاك. إحنا لا نشكر. أذهب أي بلد من بلاد الإسلام غير الجغرافيا الخاص يقول هذا أجنبي، وله حقوق الأجانب وليس له حقوق المواطنين. يعني آياتان من آيات القرآن كل المسلمين إلا من خرج بالدليل ما يعملون بها. فالإنسان يجب عليه الهدف حتى إذا كل الناس مخالفين لك. الآن في أفغانستان، أي من يفكر في أفغانستان إحنا شي خصنا، هم مربوطين بالأفغان. باكستانيين يفكرون بالعراق، إحنا شي خصنا بالعراق، أنا باكستانيين. عراقيين يفكرون في مصر، في سوريا، في الخليج، بينما العراقي يفكر في بغداد والموصل والبصرة والحلة والدغارة وإلى آخرها، لأن يعده بلدا واحدا. إيراني يفكر في قوم وفي طهران وفي ياز وفي إصفهان، لأن يعده بلد واحد. أما إيراني ما يفكر في كابول، يقول أجنبي. كابولي هم ما يفكر في بغداد، يقول أجنبي. بغدادي هم ما يفكر في القاهرة، يقول أجنبي. يعني اليد قالت العين أجنبية، أنا ما يخص. والأذن قالت اللسان أجنبي، أنا ما يخص. هذا ما يصير جسم. وهذا الشيء يجب أن يطرح في الاجتماع طرحا منبريا، طرحا خطابيا، طرحا جريديا ومجليا، طرحا تأليفيا، طرحا اجتماعيا. لماذا؟